خلق ثقة ما بين المواطن والإدارة، إدارة الجماعة، من خلال تجويد الخدمات ارتعت الجماعة أكادير من خلال مصلحة الشؤون الرياضية لإنشاء منصة رقمية للحجوزات، حجوزات الملاعب الكبرى وكذلك القاعات اللي غادي تبسط المساطير، لأنه الإنسان كان هناك واحد الصعوبة في الحصول على الرخص ديال الملاعب والقاعات اللي ما حنا كنعرفوا المراحل ديالها من وضع الطلب الى الحصول على الرخصة، وبالتالي فمن خلال التكنولوجيا الحديثة فالمسألة دابا ولات مسألة بسيطة لا تستدعي يعني كثير من الوقت. وفي هذا الإطار درنا واحد لقاء تواصلي مع الجمعيات الرياضية والأندية المنخرطة في العصب والجامعات لتوضيح هذه المنصة وكيفية تشغيلها وكيفية الحجوزات إن شاء الله. جينا اليوم باش نكتشفوا هذه البلاتفورم لأول مرة، صراحة عجبنا باش كيعاوننا باش ما نبقاوش نديبلاصاو ونجيبوا الوراق حتى للبلدية ونتسناو امتى، داكشي كنستعملو غير باغ تيليفون، كنشوفو لوكي ديالهم واش نقدروا نمارسو التدريب ديالنا. وهذا ما كان هذه بادرة زوينة صراحة عجبتنا. اليوم جينا بعد ما تلقينا دعوة من مصلحة الشؤون الرياضية للمجلس الجماعي لمدينة أكادير بخصوص إحداث واحد المنصة رقمية لوضع الحجوزات والطلبات للأندية داخل المنطقة. صراحة هي خطوة تقنية قيمة بحيث عفات مندوبي الفرق من التنقل من تيكيوين والمناطق البعيدة خصوصا لوضع طلباتهم. اليوم بإمكانك أنك تدخل من منصة رقمية أو توضع الطلب ديالك بكل سهولة. وتماشيا مع هذه الخطوة اللي ارتأت المصلحة الشؤون الرياضية تعتمدها، كنتمنوا جميع المصالح تعتمد هذه الخطوة هذه الرقمية باش تسهل المأمورية على المواطنين وتطبق أطروحة أو مسألة تقريب إدارة المواطنين بشكل فعلي.